مشاهدينا الكرام، ولقاؤنا يتجدد مع حديث البلد. مثل ما قلنا لكم، الميدان سيد الموقف. انزلوا للشارع واقرأوا الإحصائيات وشوفوا بعيونكم واسمعوا بأذانكم شو اللي عم بصير. عشرات بل مئات الأسر بتتدمر كل يوم، عشرات الأسر اللي كان من المفروض تقوي المجتمع وتبني الوطن، وإذ بها تزيد مشكلاته وتضعف قواه وتفتح أبواب جديدة للتراجع المجتمعي. أطفال جدد يلتحقون إلى الشوارع أو إلى دور الأيتام، ونساء جديدة سيتغير وصفهن من متزوجات إلى مطلقات. مع بعض خلينا نحاول نستكشف إلى أين وصلت ظاهرة الطلاق، شو هي النسبة وأين تتركز. وقبل ما نروح، أنا بأكد لكم إنه الموضوع ما بينسكت عليه أبداً، وخصوصاً عندما نعرف حقيقة ظاهرة الطلاق. نسبة الطلاق في الآونة الأخيرة هي نسبة مرتفعة، سواء كانت شمالاً أو جنوباً، وأنا أركز على ما يتعلق بفلسطين، فليس يعني هناك علاقة أو رابط ما بين نسبة الطلاق في فلسطين أو خارج الوطن، نحن نتحدث عن الوطن. فالظاهرة أصبحت ظاهرة وليست يعني هي فقط مجرد أرقام، حيث أنه في السنوات الماضية كانت النسبة لا تتجاوز 14%، أما اليوم ففي بعض المحافظات تصل النسبة إلى 19%، أو بمعنى كل 11 عقد زواج يكون هناك حالتين من حالات الطلاق. هذا على سبيل المثال في محافظة رفح للسنوات 2015 أو 2014-13 و12 النسبة مرتفعة. وكذلك الإحصاءات تتحدث على أن موضوع الطلاق أصبح هاجساً يفكر فيه كثير من الشرعيين والمثقفين، ويبحثون دائما أين يكمن الخلل. مثل ما قلت لكم وبرجع بعيد، الموضوع ما بينسكت عليه، الموضوع مقلق مخيف، ولابد من وقفة، من مراجعة، من حل. قصص غريبة وعجيبة ممكن نسمعها حول أسباب الطلاق. واسألوا المحاكم ومن يعملون بالمحاكم، ومن يترافعون ومن يصلحون. أسباب متعددة تبدأ من تدخل الحموات والسكن المشترك، وتمر بالثقافة والتكافؤ بين الزوجين، ولا تنتهي بنور ومهند والمسلسلات التركية اللي أوهمت شبابنا وبناتنا بأنه الحياة رومانسية وبس. وما تنسوا الفيس والواتس، ومثل ما قلنا لكم قبل هيك، ارحموا الفيس علشان الله يرحمنا. بمناسبة نور ومهند، للزوج اللي عايش دور نور وناسي أنه عندها غسيل وطبيخ وبدها جوزها يفضلها 24 ساعة، يا ريت تهدي شوي. وبالنسبة للزوج اللي عايش دور مهند، يا مهند الفالنتاين وبابا نويل وراس السنة ما بيتلاحقوا. ربما لا يكون هناك تصريح واضح من قبل الزوجين عند الاشتكاء من فتور العلاقة الزوجية ما بينهما، لكن ذلك من خلال الممارسة العملية وما تأتي به الناس إلى المحاكم أو إلى المشايخ لإبداء الرأي والحلول، يظهر ذلك جليا. أن المرأة تقول أن هناك فراغ عاطفي أصبح عندي، فبعد أن كان زوجي مهتما بي كل الاهتمام، أصبح من خلال تواصله الاجتماعي مع فلانة وفلانة أصبح ينظر إلي نظرة تختلف عن النظرة السابقة. مقدار الحب الذي كان يكنه لي أصبح متضعضعا، أصبح يقارنني بالممثلة الفلانية والمغنية الفلانية، وأصبح يقارن جسدي وتصرفاتي وسلوكياتي
ببعض من يراهم على شاشات التلفاز أو من يتواصل معهن على مواقع التواصل الاجتماعي. أما الآن فأصبح هناك تأثير أكبر للمسلسلات التركية في حياة الناس، وكل واحد منهم يريد لزوجته أن تصبح نسخة من فلانة، وهي تريد أن يكون نسخة منها، ونسوا أو تناسوا أن هؤلاء إنما هم يمثلون فقط على الناس، وأن هذا مجرد مسلسل أو أن هذا مجرد فيلم يعرض، لكن الحياة الواقعية حتى لهؤلاء الناس فإن كثيرا منها مختلف تماما. كثير من الناس يظن أنه طالما أنه متواجد في البيت فقد أدى الحقوق الزوجية التي يتطلبها عقد الزواج، ويتناسى أن هناك أنثى. الله تبارك وتعالى قال في آياته: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزوج الذي يشغل نفسه بمتابعة المواقع الاجتماعية، التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر إلى آخره، ويترك زوجته مع أولاده لتقوم هي بالواجبات والمهام الزوجية المناطة به، هذا زوج يعني قد ضيع من يعول. وهذا يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ويا ليت الأمر توقف عند إثم الزوج في هذه المسألة، بل إن الأمر تعدى أن يكون هناك إشكال كبير واقع في بيت الزوجية، وهو أن هذا الزوج بعد أن كانت أسرته يعني تلتف حوله، يجلس بينهم، يتبادل معهم أوقات السمر والضحك والسرور، أصبح جل اهتمامه متى يجلس على صفحات التواصل يراسل فلان ويحادث فلان، وينسى ويتناسى من هم في تحت رعايته. وبما إننا بنحكي في الطلاق وأسبابه ونتائجه الكارثية على كل الأسرة وكل المجتمع، فخلينا نشوف مع بعض هاي القصة وراجعين لنكمل مشوارنا في حديث البلد. شابات في عمر الزهور، وصلنا لخريف العمر مبكراً حين تساقطت أوراق الحياة منهن واحدة تلو الأخرى ليحملن لقب مطلقة أو معلقة في بداية طريق تبدو ملامحه مجهولة. كلمة مطلقة المسمى عاطل جداً يعني، وصعب لأي إنسان، حتى لو كنت إيش بقول لك يعني جبروت بحاله، حتى لو كنت جبروت بحاله والقوة بحالها فيكي، إلا من الكلمة هاي بتوجعك في حد معين هتضربك فيه. ارتفاع ملحوظ في نسبة الطلاق تجاوز كل الحدود المتوقعة شهدها قطاع غزة في السنوات الأخيرة، فالظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة والضغوط النفسية الكثيرة استطاعت للأسف هدم الكثير من البيوت وتشتيت شمل العديد من العائلات. بالنسبة للطلاق من ناحيتي أنا طبعاً، أنا أثر علي بأشياء كثيرة. أولاً بحالة النفسية والجسدية والمادية والاجتماعية، وكل هدول أنا أثرن علي. طبعاً أنا عندي الأهل، طبعاً الواد والوالدة متوفيين، أنا عند أخوتي يعني موجودة طبعاً، وفي نسوان إخوة، وفي غيرة، وفي حسد، وفي انك انت مثلا اجيتي مثلا خربتي مثلا وضع، او كسرتي اشي بيننا، او انه صرتي مثلا كنقطه سوداء موجوده بالبيت. لم يكن من السهل اقناع العديد من النساء المطلقات اللواتي التقينا بهن بالحديث عن تجاربهن الخاصه على الملأ، الا اننا في النهايه استطعنا اقناع ام محمد بسرد تفاصيل قصتها وما أحدثه قرار انفصالها من انعكاسات على حياتها وحياة أبنائها. بالنسبة لي أنا تجربة زواجي هي
تجربة كان أولها ناجحة، يعني تقريباً شحكي 10 سنوات كانت ناجحة 100%. يعني في أمور بس كنا نعديها، يعني حياة وبدها تمشي بأي طريقة من الطرق. عدت الأمور ووضعنا كان تمام، وقعد فترة طبعاً بدون شغل بدون دنيا عبين ما ربنا يسرها عليه واشتغل وكانت أمورنا تمام. الله رزقنا يعني بالطفل الأول والثاني والثالث والرابع. طبعاً هنا الأمور بدت يعني تأخذ المجرى الغير صحيح بينه وبينه، صارت كانت تصير في خلافات. أولاً أنا ما كنت متعلمة، هو ما كانش متعلم بس علمنا وخلينا يصير متعلم، فصار ينظر لك نظرة تانية إنه أنت إنسانة يعني يعتبرك إنك جاهلة. مش قصة إنه ندم، يعني إنك بتزعلي على حالك، في إن أنا زعلانة على حالي إنه ليش أنا صار معي هيك. طب أنا ما قصرتش يعني من أول ارتباطي فيه لا حديت ما انفصلت معه، وما زلت كمان لعلمك يعني ما بقصر فيه، بحترمه جدا للعلم. ليش؟ عشان خاطر أولادي، عشان يعملهم معاملة منيحة، ينتبه لأولاده. الإشي اللي بحن له فيهم هلقيت يعني إنه الجمعة، جمعتي بأولادي، إني أنا ما حسش مثلاً أولادي إني أنا بعيدة عنكم، لأنه في واحد منهم حكالي الكلمة هاي يمكن من أسبوعين، حكالي جملة واحدة يعني أنا أصحابي كلهم عندهم أمهات وبيحكوا إنه ماما سبتنا كذا، ماما تصوتنا كذا. فاتن حرب هي إحدى المصلحات الاجتماعيات اللواتي يحملن لقب مختارة أسوة بالرجال الذين يمارسون نفس الدور في المجتمع، وقد استطاعت المرأة المختارة إثبات جدارتها في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية والخلافات الزوجية المعقدة. وفي البدايات قديش واجهنا صعوبة في هذا الكلام، ولكن على أرض الواقع والميدان قديش قدرنا نحل، قديش أصبحت البيوت الفلسطينية تستقبلنا لنوع الخصوصية. بمعنى اليوم أنا مستعد زوجتي تقعد مع المختارة، وإمي تقعد مع المختارة وقاعدة عادية على فنجان قهوة، لكن صعب أقعد المختار بين زوجتي وإمي. فهنا أصبح الإشي متقبل مجتمعياً، أصبح أيضاً الرجال للمحافظة على خصوصية بعض المشكلات الأسرية يلجؤون إلينا، لأنه يجد بأن المرأة المختارة هي أقرب إلى زوجته من الحل، هي امرأة. عند استماعنا للكثير من القصص والحكايات التي تدور في البيوت الغزية لمسنا مدى العنف الذي تتعرض له المرأة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Oh.
رب صلاة. حي على الصلاة. الانفصال وحدها من منطلق المثل الشعبي القائل الزوج بطفش والزوجة بتعشش. اليوم المجتمع بتطلع للست قديش بتنهان، قديش بتنضرب، قديش بتطلع من بيت زوجها في نص الليل وبكونوا شايفينها، وبصير يقولوا يا ريت تتطلق من هذا الشخص. بمجرد أن يحدث الطلاق تصبح هي الملامة، بمعنى اليوم بنشعر أن الست بتقع ما بين مطرقة الأهل وسنديان المجتمع. الأهل بحملوها مسؤولية إنها هي مطلقة، والمجتمع بينظر إلها بصورة سلبية، لا يلومون الرجل. وهنا مشكلة، إنه اليوم هو كان بيعذب، هو بيضرب، هو هاين كرامتها، ما عليه أي عيب. اليوم أنت السبب في الطلاق، أنت اللي حوجت نفسك. وأتعجب من بعض الأمهات حين حدوث أي مشكلة في البيت بتقولها أنت السبب في الطلاق، مش لو ضلتك متزوجة وقاعدة على أولادك أحسن. هلا طفلة في الخامسة من عمرها تعيش يتيمة الأب رغم وجوده على قيد الحياة، فقد كان نصيبها أن تفتح عينيها على هذه الدنيا في حضن والدتها فقط، بعد أن اختار الأب وحده قرار الهجرة من غزة وترك أسرته لمصير مجهول. ويجي لي خبر من أصحابه ومن قرايبه، يقولوا لي ولاد عمته يقولوا لي إنه جوزك بده يسافر، أقول لا بالصحي، وأسأله أقول بدك تسافر يا فؤاد؟ يقول لي لا أنا بديش أسافر. مين قالك بدي أسافر؟ أنا بس بدي أروح إيش؟ بدي أروح مشوار، وصحيت الساعة 5 الصبح عليه ولابس ومجهز حاله وبدي يطلع. بقول له وين رايح أنت؟ يا هو بقول لي أنا بدي أروح مشوار. فجأة تاني يوم ما فجأة لبسنا إنه فؤاد مسافر، مش عارفة خلص انقلبت هيك حياتي كلها فجأة واحدة معه. يا حتى هالقد بقول لي تتطلقيش، بقول على اساس ايش ما تطلقش؟ بقول لي انا بعاود ايش؟ بدي اسحبك عندك. قلت له انا بديش اروح عندك، انا وين اطلع عندك برا في البلاد اللي برا اسوي؟ برجع بقول لكل الأباء، قبل ما تدور لابنك على عروس دور له على مصدر رزق، لأنه البيت بده والحياة بدها، وللاستمرار والنجاح عوامل وعناوين،
ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولما يتزوجوا أولادكم اعتقوهم لوجه الله، وبلا ما تتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة بحياتهم، اتركوهم يعيشوا الجو الأسري ويواجهوا الحياة والموقف، يتعلموا من مشاكلهم ويحلوها بإيديهم. انتوا بس اعملوا اللي عليكم قبل الزواج: التربية، التوعية والتعليم، الثقافة وفنون مواجهة مشاكل البيت وكيفية إنهائها وحلها. تدخلات من قبل الأهل. كثير من الناس يظن أنه إذا زوج ابنته فإن ولايته يعني تبقى موجودة عليها، له أن يأمرها وله أن ينهاها، ومطلوب منه أنه كل شوي يتصل عليها إيش صار، سواء كان ذلك من قبل أهل الزوج أو أهل الزوجة. وأهل الزوجة ينظرون إلى هذه الوافد الجديد بأنها أصبحت من ممتلكات البيت، فيجب على الصغير والكبير أن يأمرها وأن ينهاها، وهذا يؤدي حقيقة إلى خلاف كبير، لأن هذه بنت اعتادت عند أهلها ألا يصدر عليها أوامر إلا من والدها أو والدتها، ولا تسمع من مجموع من الناس. اليوم كل واحد بده يتدخل فيها، وكل واحد بده يتأمر عليها، كل واحد موجود بده يكون له سلطة، وهذا خلافا للشرع. فأنا أنصح نصيحة: قدر المستطاع لا تزوجوا بناتكم في مساكن مشتركة، لأن البنت أرادت أن تخرج من جو الاشتراك ما بين إخوتها وأخواتها، وأرادت أن تكون ملكة في مملكتها. فإذا وجدنا هذه الملكة يتسلط عليها الآخرون فإنها لن تقبل، هي لا تقبل إلا أن يتسلط عليها الملك وهو زوجها، وكلاهما يتفاهمان، لكن كلمة من أبوها وكلمة من أمها لا نخرج بالنهاية بنتيجة. بل والله إن كثيرا من الآباء والأمهات لا يعي أين مصلحة هذه البنت. هناك عادات وتقاليد تختلف من أسرة إلى أخرى، فبعض الناس يظن أن هذا الوافد الجديد وهو الزوجة من أول يوم، من أول 3 أيام يجب عليها أن تتطبع بطباع هذه الأسرة الجديدة، وهذا أمر مستحيل. فتاة لها 20 عاما تتربى على عادات وتقاليد عند أهلها، ليس من الممكن في يوم وليلة أن تفهم جميع العادات والتقاليد المطلوبة أو التي يجد عليها الزوج أهله. وكنت قلت في أول لقائنا اليوم ضروري جداً ننزل للشارع ونشاهد ونستمع إلى حديث البلد بخصوص الطلاق، بما إنه أهل غزة أدرى بشعابها، خلينا نشوف. السبب الرئيسي في نسبة زيادة الطلاق في قطاع غزة هو أول شيء عدم التفاهم بين الزوجين، إنه الناس بتزوج أولادهم بعمر صغير، فكلش في تفاهم بينهم. وغير طبعا الفيسبوك، تدخل أهل الزوج وأهل الزوجة، الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إنه المرأة ضلها تزند توفر له والراجل مش قادر. السبب الأول والأخير خلينا نقول اللي سبب كثرة الطلاق عندنا في قطاع غزة يمكن بيجي لعدم الوعي من قبل الزوجة أو الزوج اللي مقبل على الزواج أو تزوج بدون ما يكون عنده هناك يعني حدا يرشده إيش معنى اللي هي الحياة الزوجية، لأنه أنا بعرف الحياة الزوجية هي حياة دوم مش يوم. طبعا عندنا في مجتمعنا هنا اليوم صارت البنت وهي صغيرة في العمر هيك شغلة بتتجوز، بتعرفش إيش معنى كلمة جيزة جواز، بتعرفش إيش تتعامل كيف تتعامل مع زوجها، إيش المتطلبات اللي هو المفروض يعني تلبي له إياه أو هو إيش بده، يعني هيك شغلات.
وفي شغلة ثانية يمكن سبب رئيسي يكون من أسباب اللي هو الطلاق الكتير عندنا في قطاع غزة، يمكن الوضع الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه، ما فيش لا شغل ولا عملة ولا طلعة، حتى المعابر مسكرة، انه لو بده يفكر انه يطلع من هالبلد فيش إمكانية. بعدم التفاهم وتدخل الأهالي بصورة كبيرة بين الزوج وزوجته لها دور كبير، والاقتصاد العام اللي بنعيشه في البلد بيلعب دور أساسي في هيك مشكلة، لأنه مع احترامي إليك ربة البيت ما بتعرفش إنه الزوج شغال قاعد بهمها المصاريف والالتزامات اللي بدها إياها. ارتفاع في نسبة الطلاق بشكل ملحوظ، وهذا يرجع إلى أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية. من الأسباب الاقتصادية البطالة، حيث إنه الشباب يلجأوا للزواج بقروض، ثم بعد الزواج بيكتشفوا الواقع الأليم إنه بطالة، غير قادرين على العمل، غير قادرين على الوفاء بالقروض، بيلتجوا إلى ما أوفوا من مهر المرأة لبيع ذهبها، بتنشأ المشاكل، بيلجأوا إلى الطلاق. ثم الأمور الاجتماعية، ما دخل علينا من ثقافات متعددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر القنوات الفضائية من مسلسلات تركية وأجنبية، أو أوصلتنا لمفاهيم إنه ما كنا متعودين عليها من قبل، إنه المرأة ممكن إنها تنفصل عن الرجل لأتفه الأسباب، ممكن تهد بيت الزوجية لأتفه الأسباب. الضيق النفسي اللي عند الناس أصبح لا يؤهلهم بإنه يقدروا على حل مشاكلهم بالتفاهم، بالود، بالتحاور. ثم التدخل الخارجي من عائلة الزوج، عائلة الزوجة، كثيرا ما يفسد العلاقات الزوجية، وبيجعل الزوجين يلجأوا للطلاق كحل أو كأسرع الحلول. لكن إحنا مفروض نقيم منظومة من القيم الأخلاقية نعلمها للشباب قبل المقبلين على الزواج، قبل الشروع في الزواج، يعني نعمل لهم دورات، نأهلهم، ننمي فيهم القيم الأخلاقية، ننمي فيهم القيم الدينية، نعرفهم أنه أسس الحوار في البيت، أسس التعامل، حقوق الزوجة. كمان إحنا ما زلنا نقيم في مجتمع ذكوري، مجتمع الذكوري أنه الزوج بيفكر نفسه هو اللي له كل الحقوق، والزوجة ما عليها غير السمع والطاعة. الزوج اليوم متعلم، الزوج مثقف، اليوم الزوج جميل، الزوج مرتبة. كل الأمور هذه ينكرها الزوج على الزوجة، خاصة إذا كان من أوساط اجتماعية فقيرة أو مهمشة أو كذا، وبالتالي يسقط ما به من أوجاع، من آلام، من ظروف، من معاناة على زوجته. ولمن يلجأ إلى الضرب والعنف في حال مشكلاته الزوجية، ارجع اقرأ الآية القرآنية جيدا، هناك حلول قبل الضرب. وإذا اضطريت فللضرب في الدين أصول التزم فيها. يا جماعة، الضرب هدف التوبيخ وطريقته غير مؤذية، حتى اسألوا بهالموضوع. وفي النهاية، وبعد كل اللي شفناه وسمعنا، للمصلحين بين الأزواج دخيل الله ما تولعوها، واحكوا كلمة خير. وللآباء والأمهات، سيبوا أولادكم يختاروا، وما تغصبوهم وتزوجوهم على كيفكم، لأنهم هم اللي رح يختاروا ويتزوجوا مش أنتم. وللأم، أنتي أم مش مدرسة، وما رح تمشي الدنيا على كيفك. ابنك تزوج، بنتك تزوجت، حلي عنهم. وإذا احتاج الأمر للنصيحة فقولي اللي عندك وتوكلي على الله. للأزواج، الله ما خلق الدنيا بيوم واحد، ومصير اللي ما بيفهم الدنيا تفهمه. وإلا ما تلاقوا حلول غير الطلاق، وإذا كانت المشكلة كبيرة فأنتوا أكبر منها. الطلاق مش كلمة، الطلاق مش لعبة، وبلدنا مش ناقصها مصايب.